السلام عليكم عزيزتي أعزائي، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. كريم كيقول بأن الهواية المفضلة عنده هي كرة القدم، ولهذا كيشاهد العديد من المباريات في التلفزيون، وكيثير الانتباه ديالو أن اللاعبين لابسين أقمصة عليها رموز مختلفة، وباغي يعرف أو يتعرف على هاد الرموز كيفما كيبان لكم في هاد الصور هادو. تعالوا جميعا نتعلموا ونتعرفوا على الجواب الخاص بالسؤال ديال كريم، ونشوفوا اش كيعنيو هذوك الرموز اللي مكتوبين في الأقمصة ديال اللاعبين. شوفوا معايا هاد الصورة، شحال هو عدد الدجاجات؟ يعني هنا كنقولوا عدد الدجاجات واحد، وهنا شحال عدد الأشجار؟ عدد الأشجار واحد، وكنكتبوا العدد واحد بهذه الطريقة. أعيد، أعود معايا بشوية، كنطلع كنهبط. شوفوا معايا في هذه الصورة دابا، هنا عدد الهواتف شحال؟ واحد اثنان، وهنا شحال عدد الوردات؟ واحد اثنان، يعني عندنا اثنان من الهواتف واثنان من الورود. كيفاش كنكتبوا الرقم اثنان؟ هانتوما تبعوا معايا. أعيد، رقم اثنان مرة أخرى، تبعوا معايا مزيان. حسن جدا، شوفوا دابا معايا هنا شحال عدد الأحصنة في الصورة؟ واحد اثنان ثلاثة، يعني عندي هنا ثلاثة، وهنا شحال من قط عندي؟ واحد اثنان ثلاثة، يعني هنا عندي ثلاثة وهنا عندي ثلاثة. كيفاش كنكتبوا الرقم ثلاثة؟ مفهوم؟ نعود نكتبوها مرة أخرى. محاولة أخرى، مفهومة؟ أجي دابا ندوزو للفواكه، شحال من برتقالة عندي هنا؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة، وهنا كم من تفاحة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة، يعني عندي هنا أربعة وهنا أربعة. كيفاش كنكتب الرقم أربعة؟ تبعوا معايا. أعيد، نعاود نكتبها مرة أخرى. هذا هو الرقم أربعة. ودابا نحسبوا شحال من نقطة حمراء عندي هنايا. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، يعني هنا عندي خمسة، وهنا كم من قط عندي؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، يعني هنا عندي خمسة وهنا عندي خمسة. كيفاش كنكتب الرقم خمسة؟ مفهوم؟ مثال آخر، مثال آخر، وهكذا كنتعلم نكتب الرقم خمسة. نديرو دابا واحد التمرين بالاعتماد على الأعداد، واحد اثنان ثلاثة
أربعة وخمسة. شوفوا معايا هذا التمرين. هذا المطلوب هو أن كل مجموعة نكتبوا تحت منها الرقم المناسب. هنا شحال من نقطة حمراء كتبان لكم؟ نحسبوا مجموعين، واحد اثنان ثلاثة أربعة، يعني شحال من النقط عندي هنايا؟ عندي أربعة. حسن جدا. وهنا شحال عندي من كأس؟ عندي واحد اثنان ثلاثة، يعني ثلاثة كؤوس. اكتب ثلاثة. وهنا شحال من بقرة عندي؟ صحيح اثنان. وكيفاش غنكتبوها؟ صحيح. وهنا شحال من سيارة عندي؟ واحدة. إذا شكون هو الرقم اللي غنكتب هنا لتحت؟ صحيح، نكتب الرقم واحد. إذا نرجعوا عند كريم ونحاولوا نقراو الأرقام المكتوبة في قمصان اللاعبين. هاد اللاعب هذا شحال هاد الرقم اللي في القميص ديالو؟ صحيح ثلاثة. وهاد اللاعب شحال الرقم اللي كاين في القميص ديالو؟ صحيح هذا هو الرقم أربعة. وهاد اللاعب الأخير شحال عندو في القميص ديالو؟ شناهو الرقم اللي عندو في القميص ديالو؟ صحيح خمسة. كنتمنى تكونوا استفدتوا مع كريم في درس اليوم، على أمل نتلاقاو في حصة أخرى ودرس جديد مع كريم وزكورة في عالم الرياضيات.